يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار. صلب قلبي تعال إلي بعصف من الأناشيد. وإذا أعمتي شهوة عقلي بالوهم والغبار تعال إلي أيها الساهر بالبرق والروح بالبرق والروح. يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس. يا من تعمدت في ماء
شمعة وورو روحة قدشال عالمين تشري مار طيبوثة تتنى بركاتة آلهو تغمية هالين نقنن منهن أسيويون شوثو ثويون أسيوثة حلمانة ونوطارة وعذرانة شو زاوة من كن خيانة عمرو شماد صليوة نشرب هون حيلة دخس بصليوة نهوي الحلمانة بغرة وذنوشة بصلاوات اطماط مريم طوانيثة بصلاوات دنوية ودشليحة وذقهنة وملبانة شمقاوة وورا روحة قدس العالمين يا رب لتحل مراحمك وترفرف بركات الوهيتك على هذه المياه وينال منها اخذيها وشاربيها الشفاء والتعافي والرعاية والعون والنجاة من كل شر ومع كل رشمة صليب تحل فيها القوة الخفية التي في الصليب وتكون لشفاء النفس والجسد بصلوات أمنا العذراء مريم وبصلوات الأنبياء والرسل والكهنة والملافنة باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد شباح المريم قدشي Zah.
يحل أعمالي ملك امشي حال شو حال ولورا ولروح قدشا شويحت ربو ثا خرس يا رام ومعليت إيقاراق بيمت حلثت عزيزوثت حباق مذبحا محسيانا دق وعرمزا أثرت مشرية شوحاق حنان عما خوعانت مرعيثاق عام البدخرو ومهلانك ربواثة دسرابة ورابة ملاخم قد شاني بركينان وسخذينان مودينان ومشفحين بخل عدن مارا دخول اوا وورو روحة قدش العلمين Thank you.
مات باح بن مارن ولهن ريحه النيد والسيموت تحباخ نهرا نوشاة بذعت دشرارا نشتويت نقبل قليان برحب بي ومش ميا ثم نودي الاخوان شب حاقد لاش الوبعيتم خللت مليا الكل عدراني خلطوين دتو ما روروا يدخل العالمين داي الماريا والمزمر ليش ما خمر ايما والروحات قدشة من عالم وذم العالم آمين وآمين شاري رايث من أحمان الطغرين والتوبارو قد طاوت نوشاثا ومن أطران من أتحيا والأخمار حياوينا نود ونزقت ونشبع بخل عدا ما ردخو للعالمين قديشة وشويحة وحلثانة نتضرع إليك أيها القدوس المجيد والقوي الذي لا يموت يا من يسر بالسكنة في القديسين التفت يا رب وارحمنا كما ترحم كل حين يا رب الكون أيها الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد أنا رقولنا يا ربنا وإلهنا لننصت إلى كلماتك ونفهم وصاياك المحية والإلهية وهب لنا بنعمتك النجني منها المحبة والرجاء والخلاص
لنفوسنا وأجسادنا، فنرنم لك المجد يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. اجلسوا وانصتوا إلى سفر إشعياء بارخ مار. مبارك الله رب الكل الذي هبنا الحكمة بتعليم مقدس، فليفض رحمته على القارئة وعلى السامعين كل حين إلى الأبد. من يسمع في ذلك اليوم يكون نبت الرب بهاء ومجدا، وثمرة الأرض فخرا وزينة لمن نجا من إسرائيل ومن أبقي في صهيون، وترك في أورشليم يقال له قديس، كل من كتب للحياة في أورشليم. وإذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونظف دماء أورشليم من وسطها بروح القضاء وروح الإحراق، خلق الرب على كل مكان في جبل صهيون وعلى محافلها غماما في النهار ودخانا وضياء نار ملتهبة في الليل، فيكون على كل المجد كنف ويخرج غصن من جذع يسى وينمي فرع من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة وتقوى الرب، ويوحي له تقوى الرب، فلا يقضي بحسب رؤية عينيه ولا يحكم بحسب سماع أذنيه، بل يقضي للضعفاء بالبر ويحكم لبائسي الأرض بالاستقامة، ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت الشرير بنفس شفتيه، ويكون البر حزام حقويه والأمانة حزام خصره. احمدوا الرب وادعوا باسمه، عرفوا في الشعوب أعماله واذكروا أن اسمه قد تعالى، أشيدوا للرب فإنه قد صنع عظائم ليعرف ذلك في الأرض كلها. بارخ مار. Listen to the prophet Isaiah chapter 4, Baruch Mar. May Christ enlighten you with his teaching and make you worthy model for those who are listening to you. That day, Yahweh's seedling will turn to beauty and glory. What the earth brings forth will turn to the pride and ornament of Israel's survivors. Those who are left in Zion and remain in Jerusalem will be called holy. All those in Jerusalem noted down to live. When the Lord has washed away the filth of Zion's daughters, and with the wind of judgment and the wind of burning cleansed Jerusalem of the blood shed in her, Yahweh will create over every house on Mount Zion and over those who assemble there a cloud by day and by night smoke with the brightness of a flaring fire, for over all will be the glory as canopy. Baruch Mar. مطلهان مشحق آلها آلها، مطلهان مشحق آلها آلها، خلع ما ديد مشي حان يا قر بزمي رثيا يا
لينورك المسيح بحكمة تعاليمه المقدسة ويجعلك مرآة النير لكل الذين ينصتون إليه. فقد تجلت نعمة الله المخلصة لكل جميع الناس، ويا تؤدينا لتكفر بالنفاق والشهوات العالمية، فنعيش في هذا العالم بالعفاف والعدل وخوف الله، متوقعين الرجاء المبارك وتجلي مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لينقذنا من كل أثم ويطهرنا لنفسه شعبا جديدا يتنافس في الأعمال الصالحة. فبهذه تكلم وأياه أطلب وأبخ بكل أمر ولا يستهن بك أحد، وذكرهم أن يخضعوا للرؤساء والسلاطين وأن يطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح، ولا يشتفوا على أحد ولا يكونوا مشاجرين بل يكونوا متضعين، وليظهروا في كل شيء لطفهم لجميع الناس. والنعمة والسلام مع جميعكم يا أخوتي، آمين. قوم سيدا إذ المجمع الغنيون قد نشاء مكرز وبري يديه ذو أمروام تيوق رولا ملكو ذد شميام
آذي لاوات بشلميرا بشعيا ويام قال دقار بريا ما حضرور خد مريا ومعدلوم شو بابي الوشتد يوحنان صيرات قملوا وام صير الخاصيح شباق قلدام ميخول تعقمصا ودوشت بريا وام ايقاف بالبلطي والقبيح من اورشليم من كل حيهود ومن كل يوثراث تخوض رانيم ديورضنا بشي وعميذي من حب نار ديورضنا كداني مودو يبخطي أثيين كد غزيلي كبير من بريشي ومن زد ذقايد كيثي العماذا مير طلين يا لتخواوي ماني كم يذلو خل رقم من غضب ديلي بثايا بدام اوذو بيردك نفعيتت يا اوثام لم تخملوتم بقيانوخ وامروتون دتم بابا أوراها كمرن طلخون ديب على من داني كيبيل مقوم يا لتورام ولنرى دريا القرم ديلانا كل إيلان ياد لاوذ بيري طاوي بيش اقطيتام حلقت بنورام آناك مع مذن أخون ما يتت يا وثام وداث بصري بالزخم المني ودانا لك خشخين الطانن بلافيح مع مذل أخون بروح قدشة بنورا وديلا رشت بيذي وكمنظف العنباريح وتوناك موقذ بنورا دلك داخل إيقاثلي شوع من قليل اليورذنان قيبد يوحنان دعامذ منيح يوحنان مانع والوامر وام آني ونسني قد عمذ منوخ وايثيل وخلقي بيم جواب لي شو عمير طالح شو قدام سبب هذا كم واجب اللان دم كم لك كل حكين وثام ويقام كم شاوق كد عمذي شوب عدا ناس قل من مايام بشلب في خطال عشمي ثام وغزيل روح دالادك نخثم خيون أو ثيل الليح قال مش ميت كيمير أذي لبروني عزيزة دبقاوي جبليلي. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان
يكرز في برية اليهودية ويقول: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو المقول عنه في إشعياء النبي: صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب وسهلوا سبله. وكان لباس يوحنا من وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه، وكان طعامه الجرات وعسل البر. حينئذ كان يخرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع الكورة المحيطة بالأردن، وكانوا يعتمدون منه في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. لما رأى كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون ليعتمدوا، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من دلكم على الهرب من الغضب الآتي؟ اعملوا ثمارا تليق بالتوبة، ولا تظنوا وتقولوا في نفوسكم: أن لنا أبا إبراهيم، فإن يقول لكم أن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة بنين لإبراهيم. ها أن الفأس موضوعة على أصل الشجر، فكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بالماء للتوبة، وما الذي يأتي بعدي فهو أقوى مني، ذاك الذي لا أستحق أن أحمل حذاءه، هو يعمدكم بروح القدس والنار. الذي بيده الرفش وينقي بيدره ويجمع القمح إلى أهرائه، أما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ أتى يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه. أما يوحنا فكان يمانعه قائلا: أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت أتيت إلي. فجاب يسوع وقال له: دع الآن، فهكذا ينبغي لنا أن نكمل كل البر. وحينئذ تركه. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، فانفتحت له السماوات ورأى روح الله نازلا مثل حمامة وجاثيا عليه، وإذا صوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وشوحا لا لا أمينا بابا برونا روح القدس خالها آمين. عيد مبارك، فاد علينا الكريسماس وراس السنة، وهسا عدنا عماد الرب. عيد مبارك عماد الرب، واتمنى من هاي المياه المقدسة اللي ناخذها تكون مثل ما قلنا بالصلاة، هي الشفاء وأخذ المرات، وينطينا صحة والعافية ويبعد عنا كل ألم ووجع من حياتنا، حتى نعيش بنعمة الرب دائما بصحة وعافية. عيد الدنح أو عيد الغطاس أو عيد الظهور الإلهي. ليش نسمينه عيد الغطاس؟ قسم كنائس يسمونه عيد الغطاس، ليش؟ أرفع عيد إيه؟ يسوع غطس بالماء، هاي غطس غطس. إحنا ككنائس شرقية ايتت مدنحة، احنا ايتت مدنحة كنيسة شرقية نسمينه عيد الدنح، عيد الشروق، شروق او الظهور الالهي. احلى من عيد الغطاس، لانه الظهور الالهي تليثايوسا قدشتا بشلغزيثا
بس عمل استثمارا. الثالوث ظهر بعماد الرب. وين ظهر الثالوث مرة الأخ؟ وين ظهر الثالوث؟ عيد التجلي بعد. بالعهد القديم يقولون ماكو ثالوث، ما ظهر ثالوث بالعهد القديم. هل هذا صحيح أم غلط؟ الثالوث موجود من أول لحظة اللي كان بيها لما ربنا كون السماوات والأرض. شلون؟ إذا تراجعون سفر التكوين يقول في الكتاب المقدس لنفصل الليل والنهار. ليش ما قال لأفصل؟ يقول لنفصل، لنخلق الإنسان، لنخلق الكائنات، يعملها جمع. من هو هذا الجمع؟ ضمنيا يرمز إلى الثالوث الأقدس، لأنه كان يقدر يقول لأخلق الإنسان، هو الله الآب وحده، بس دائما الله الآب ما يتواجد وحده إلا مع الإبن والروح القدس. دائما هذا الثالوث موجود ومرتبط واحد بالله، ما ينفصلون، مرتبطين واحد بالله. لهذا السبب أخوتي أخواتي المباركين، لما نجي نقرأ لازم نركز ونفكر كثير أشياء حتى نفهم هذا النص، نفهم هذا كلام يسوع. أولا نشوف المنطقة الجغرافية اللي كان ساكن بها يسوع قال هذا الكلام. ثانيا من هو المجتمع اللي كان حوالين يسوع دي يقول هذا الكلام. ثالثا المنطقة الجغرافية إيش بيها وما بيها، لأنه يسوع كان مثلا يقول خرج الزارع ليزرع، معناته اكتشف زارع. أنتم ملح الأرض، معناته أكو أرض ملحة. فهنا لازم ندرس هاي التفاصيل حتى نفهم كلام يسوع إيش دي يقصد بهذا الكلام، لا نفسره على مزاجنا. هاي مشكلتنا إحنا، ما إحنا عندنا أبونا إبراهيم، أنت تيجي تعلمنا هكذا قال الناس، فلنا أبا إبراهيم. إيه صحيح أبونا إبراهيم موجود، بس هل يا ترى هل نحن نسير في طريق أبونا إبراهيم حتى تيجي تقول لي أنا عندي أبونا إبراهيم؟ هل نسير في خطى يسوع حتى نقول أنا مسيحي؟ هل نسير اليوم نص كله مركز على من ثمارهم تعرفونه من بيرديان بتيذوتوا لي، اعملوا ثمارا تليق بالتوبة يا أولاد الأفاعي. واو شقد كبيرة هاي كلمة أعطانا يا يوحنا المعمدان لما شاف الفريسيون والصديقون يأتون إليه ليعتمدوا، فلما شافهم يوحنا قال يا أولاد الأفاعي من دلكم على الغضب الآتي، معناته أنتوا تتمارسون هالديانة وهالعبادات مالتكم غير صحيحة، لأنه أنت لما تعتمد العماد المقدس باركنا ما هنا باركنا ما هناك، لما هذا احنا كلنا ذاكريتنا معمدين، ماكو عندنا ولا طفل هنا صغير ما معمد، معناته كلنا معمدين، إذن حبيبي لا عليك، معناته كلنا معمدين، لكن اعملوا ثمارا تليق بالتوبة. معمودية يوحنا كانت للتوبة، كانت للتوبة. إجا يسوع وقف بالسرة ويا الناس، مثل ما قلنا واضع الناموس أصبح خاضع للناموس، هو وضع الشريعة والناموس، يسوع بقى هو خاضع للشريعة والناموس. إجا وقف بالسرة مع منه؟ مع الخطأ. هل يسوع هو كان يستحق أن يتعمد؟ لا، لأن معمودية يوحنا هي للتوبة والغفران، غفران الخطايا. يسوع ما كان محتاج، وقف. ماذا قال لما وصل عند يوحنا؟ شافوا يوحنا، شون عرفوا؟ شون عرفوا يوحنا؟ How he know him is Jesus. How? When Jesus was stand with the other people, they go to John to be baptized by him. And when he arrived to John and he immediately stopped, he know him. How he know him? John, how he know Jesus? ارفع ايد مارد، ما اعرف منه حكى، منه حكى من انا؟ ماني محكي له؟ ماني محكي له اخا؟ ما مري؟
دخ ذيله الى يوحنا، شلون عرف هذا يوحنا؟ ياس الروح القدس بعد ما معمث، لانه لما نتعمث يسوع ذاك الوقت شاف الروح القدس. ها انا بدي احكي يوحنا شلون عرف يسوع، مو يسوع يعرف. Exactly, his cousins. They are cousins. بن خالته. ليش ما قلتي لي؟ His cousin. Exactly. ما عرفه يوحنا. بس النقطة الأهم. His cousin. بس النقطة الأهم. ليش يوحنا دا يقول له ليسوع أنا محتاج أعتمد من عندك؟ ليش أنت جيت يا متعم؟ ليش هو يسوع ما دا يعمد؟ وهسع بدأ رسالته. Just he started his own mission. Jesus, he started on his mission. And now, why John asked Jesus to be baptized by Jesus, not Jesus baptized by John? Why he say this? Why? ليش قال هذا الكلام؟ هسع اليوم هذا Bible study من أول السنة. يلا حماس لكم. زين شلون؟ قلنا his cousin. بعد. منو قال؟ الروح القدس بعده ما كان نازل على يسوع، هو عنده هو الروح القدس بس يعني مثل نقول طبيعيا وانسانيا يسوع لما نتعمد وصعد من الماء وللوقت انفتحت السماوات نزل الروح القدس، هنا بعد ما متعمد يسوع. دخ إذيلة قاوح دخ يوحنا البمارة إيشو أنا نسلي قد عمد منه قالت ليلو قيبي تعمدت تمها مير هذا. ليش قال هذا الكلام؟ لا محكر ما عليه إذا exactly روح القدس امتلأ يوحنا من الروح القدس وهو في بطن أمه. شفتوا هاي مراجعة سمن كثير مهمة. عيد الدنح أو عيد الغطاس كثير مهم، يسمى عيد الظهور الإلهي، ظهر الإله الثالوث الأقدس، صوت الآب من السماء والابن في الماء والروح القدس على شكل حمامة نزل على يسوع. هذا اليوم أيضا هو تأسيس سر المعمودية. يسوع ما كان محتاج أن يتعمد بس حتى يبارك ويقدس أعمادنا إحنا، لأن معمودية يوحنا هي للتوبة والغفران الخطايا. يسوع خالي من الخطيئة، حاشا، يسوع خالي، يسوع حمل الإنسانية كلها ما عدا الخطيئة. فإذا يسوع ما كان محتاج إلى أن يتعمد، بس ماذا قال؟ شوفوا أهم لازم هنا هاي الكلمات اللي دا نقرأها هسع بالنص كثير مهمة عميقة. ما قالوا ليوحنا دع هذا ليكمل، لأكمل ما قالوا، قالوا لنكمل، يعني أنا وأنت لنكمل. شوفوا هاي الحرف غيرت معنى تاريخ الخلاص، أنه يسوع يريد يشارك الآخرين بهذا الخلاص، ما يسوع بس، لا لا لازم كلتنا نشارك. قال له دع هذا لنكمل الناموس. يسوع ما كان محتاج بس اجى كمل الناموس لنكمل. احنا ما اجينا ننقذ، لنكمل حتى لا يرجم، حتى لا يعتبرونه انه خارج عن الشريعة والناموس. لا بعدين لما شاف الكذب والفريسيين يا اولاد الافاعي، الفريسيين هم يعرفون بالشريعة والناموس وكل شيء، والصديقيون جايين هناك. زين الصديقيون ما يؤمنون بالقيامة، على شنو انت جاي تعترف او جاي تتعمد؟ اذا ما تؤمن بشيء اخر ليش جاي تتعمد؟ فهاي لازم نعرف هالاشخاص اللي يجون دا يتعمدون من يسوع. بعدين قال اعملوا ثمار تليق بالتوبة. اخوتي خواتي المباركين، احنا تعمدنا، بدينا بداية سنة جديدة، اليوم هاي 7 أيام فاتت من السنة الجديدة. هل دم نعمل خلال هذا أسبوع كامل ثمار تليق بالتوبة؟ وهنا يسوع رح يوبخنا، يوحنا رح يوبخنا يقول لنا يا أولاد الأفاعي اعملوا ثمارا تليق بالتوبة. هنا محتاجين تغيير العقلية، التوبة هو تغيير العقلية الإنسان، الرجوع إلى الله،
مو انه اعترف بخطاي، لا، هو ان ارجع الى الله، ارجع الى الطريق الصحيح. هاي محتاجيها. ويسمى مثل ما قلنا بعيد الغطاس، ما اريد نطلع خارج النص، يسمى بعيد الغطاس لانه يسوع غطس في الماء طاعه حتى الموت. فاذا يغطس في الماء اعلان قبوله الموت عن البشر، عنا احنا. غطس يسوع هو قبل هذا الموت عنا، بس ما بقى بالقبر، يرمس الى القبر، لانه نزول في الماء يرمس الى القبر. رأسا بعدها قام من الماء وخرج ويرمس القيامة في حياتنا ومتحدين معه روحيا. والروح القدس يحل على جسد يسوع، وجسد يسوع اللي هو جسد الكنيسة. والكنيسة مثل ما نقول دائما مو هالحيطان، الكنيسة هي احنا. اخوتي خوات المباركين، سر الأعمال أسسوا يسوع، وتجديد هذا السر يتجدد كل ما نجي نتقرب من يسوع بالاعتراف والمناولة. خلي نجدد حياتنا، خلي لا نعيد أشياء سلبية وماضية، خلي نقلم مثل ما قلناها بالكريسماس، قلموا أشجارنا بحياتنا حتى نطلع ننطي ثمار. لأنه الشجرة شقد بها أغصان يابسة راح تكون شجرة ضعيفة وميتة، إذا نقلمها راح تنمو أغصان جديدة، فهاي الأغصان الجديدة تنطي ثمار جديدة. ويسوع النص كله إنجيل متى كله كان دا يتكلم على يوحنا. يوحنا كان دا يعيش بالبراري، لأنه من اليوم اللحظة الولد بيها يوحنا أخذونه وهربوا، مثل ما تتذكرون في قصة الكريسماس لما إجا هيرودس، لما سمع المجوز إجوا وغدروا به هيرودس وذهبوا بطريق أخرى ورجعوا إلى بلادهم. هيرودس اشتاض غضبا، ماذا أصدر أمر؟ أصدر أمر بقتل كل أطفال بيت لحم. هنا يوحنا واحد من هالأطفال بيت لحم، أخذوا أبونه وهربوا إلى البرية. ويسوع أيضا يوسف ومريم هربوا إلى مصر، فتركوا أورشليم، تركوا الأرض المقدسة. فإذا هي أورشليم، هي وين ما يكون يسوع هي أورشليم، وين ما أكون أنا أعيش في سلام داخلي هي أورشليم. فتحولت أورشليم، ما بس في أورشليم وحدة، صارت في أورشليم لما نعيش بمحبة وصدق وأمانة مع بعض. فيوحنا كان يعيش في البراري فقضى كل عمره هناك، ويوحنا عاش قريب من نهر اللي هو نهر الأردن، فبدأ يعمث هناك. وكان كثير من أورشليم واليهودية والجوار حواليها وجوارها كلها ديجون يتعمدون من يوحنا. وأيضا يسوع دخل حال الناس وقف بالسرة حتى يتعمد، هو ما كان محتاج لعماد، وإنما ماذا قال؟ لنكمل الشريعة والناموس. خلينا احنا نكمل هاي الشريعة، مو بس احنا تعمدنا، ايه احنا عندنا ابونا ابراهيم، ايه انا اقاربي بطرة، انت منو؟ انا اقاربي مطران، ايه انت منو؟ انت شدت تنطي ثمر؟ السن القانوني هنا مثلا نقول هو 18 سنة، ورا 18 سنة انت تكون انت ابو الاني، انت تكون مسؤول على نفسك، لا تقول ابويا كذا امي كذا، انت شو تكون؟ انت ايش راح تنطي ثمر؟ شو راح تقدم؟ شو راح تسوي؟ بين هويتك بهاي اللحظة. يسوع حسب القانون اليهودي الشريعة اليهودية يوصل 30 سنة وقف، ما قال أنا ابن الله، لا، أعماله، معجزاته، كلامه، تعليمه، كلها أثبتت هو الله. هو ما قال، الناس كانت تقول عنه ماذا يقولون عن ابن البشر؟ إيليا، إيرميا، يوحنا، تذكروها القصة. يسوع ما قال عن نفسه أنا، الناس ما هنا نريد الناس شو تقول على كل واحد من عندنا. نقول عندنا أبونا إبراهيم أو عندنا أبويا فلان بطران بطرك، لا لا لا، أنت هل تتقدم هذا الثمر؟ أذكر قصة كلش حلوة، أحد الباباوات دي يزور أمه بالمستشفى وعلى فراش الموت وبالمستشفى أمه، الاسم راح بيوس التاسع، بيوس الثاني عشر، هالشكل بيوس، أصور بيوس قاعد عند أمه هي على فراش بالمستشفى،
والأم شافت الخاتم مع البابا ويا بيت ابنها، قالت وهو شاف الخاتم مع زواج بيت أمه. فالبابا ده يقول أمه الخاتم مالتك كثير حلو، قال له هذا الخاتم سواك بابا. معناته شنو؟ إيش قد يعيشون الأب والأم بمحبة وتواضع اللي صار ابنهم بابا وقديس. خلينا نكون، كونوا كاملين، كونوا قديسين. قدش القديشة القدس للأقداس يوزع. خلي هاي نعيش هاي مو بس بالكلام، وإنما ثمار تليق بالتوبة. عيد مبارك، دنح مبارك، عماد الرب مبارك علينا جميعا، ونجدد كلتنا معموديتنا مع يسوع حتى ننطي ثمار جيدة. آمين. لنقف كلنا بفرح وابتهاج ولنطلب بثقة قائلين يا رب ارحمنا. يا رب من أجل أن تحقق فينا كرازة المسيح الثمار المرجوة وترسخ فينا خلاصك الشامل يوما بعد يوم نسألك. يا رب من أجل ألا تذهب عبثا نعمة معموديتنا، بل أن نسعى لعيشها بكل متطلباتها ونكون مسيحيين بالفعل لا بالاسم فقط، نسألك. يا رب من أجل أن تعطينا رسلا كهنة ورهبانا وراهبات ومؤمنين يكونون نورا ونارا وعلامة حضورك بيننا، نسألك. يا رب من أجل السلام والأمن في العالم كله وخصوصا في بلدنا حتى ينعم الجميع بالاستقرار، نسألك. أشفى بيد موث رحمه وحنانا داله وثا نهوي مارح وسيد حوبة عماق والشوقان أعطايا قل عانا فرعيتا دوت لاغ الطيب وثا رحمك مار الطول آوى وورا وروحة قدشة المذبح قدشة نهوي دخرانا دب سلطة مريم امي دلها من عالم وعدم من عالم من وامين شليح ودورة رحمة وجحيدة صلى مرك العمى من وامين دخرا مريا وسيف
عالمذبح قدشة عم كندا صاح سهدي اتكلم اشفع الصورة كلون عني ذي وقيم تشفع تشفع اشرارا شمش موها وثاق دلواثان امين بارك موها الثقلاق تجبح توي قارة وثودي توسخثة هاشا ووخل زوان والعالم علمين إسلاما عمخون عماه عمروحا Hallelujah.
نصلي من أجل المرحومين جميل يوسف سكة تكرانوهي هاقوف جانيت جميل يوسف زهير داود بندي الأنفس المطهرية سعيد بنو إخلاص سعيد عمار سعيد تيريزا يخنى الشماس سمير بطرس سامي أبو الصوف عوني أبو الصوف نبيل أندراوس ندى حكمة حكمة حنة إلياس جورج يوليت حنة دنو غوريل نية خاصة أليس حنة عتيشة من أجل شفاء المرضى وردة متي جاندارك عوديشو بثينة عوديشو آيفن ويليامز بسام سالم ججاوي سالم ججاوي شفاء مريض شفاء مريض من أيضا شفاء مريض يوسف يلدى سورو وعلى نية خاصة والمؤمنة باهرة جرجيس نامت ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا هاشا ووخل زوان والعالم عالمين قديش واسرع بروحان ازغط الماروثة مقاروين آمين مارخمار كالقائين ومشبحين دلاشل ووقارين هنا الهنا وامرين قديش على والنقرة والموسى قول اليا مشلم وانسى ولحمة بيذا وقديشاتا
وارم عينا والواثق لها او يحث كل اودي له وارق وقصا ويا والثلميذة وكذا مار سأخول مني كل خون هانا وفغر دع لك يكون مثقصة شوقنا دحطا كذلك من بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كاسا طاهرا وشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذا هو دم العهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا أمت عوديت هالا دخران وحديت عندنا موتنا فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود هاشا واخلص وان والعالم عالمين هادئين وخاشعين صلوا السلام معنا آتي يا مارا روح قديش لي يا رب روحك القدوس ويستقر على قرباننا هذا ويبارك ويقدسه غفرانا لذنوبنا وصفحا عن خطايانا ورجاء عظيم القيام بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك بأفواه منطلقة ووجوه مشرقة مسقوط جبحت ويقار وشكار وصغادة تشمغ بخايا وقديش مخيانة هاشا وخلص وان والعالم عالمين وتتحبوه
حاسدك ناهي واغطياتي آنك يد الناي آنك يد الناي بنعمة توخ ورحمة ديوم تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمتك من هذه الأسرار المجيدة والمقدسة والمحية والإلهية ونحن غير مستحقين قربك يا مارا بهيمانوس حقاني شمل جيبت اني رازق قديشي فاصب حنينوس برشمو بمرحمانوس فغرا ودمت مخيانا مارا نيشو عمشيحا شمت بابا برونا روح القدس العالمين يوسم دم سيدنا يسوع المسيح بجسده المحيي باسم الآب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد مترشيم بغرق الديشة بدمم حسيانة مارا إيشو عمشيحة شم آوى وورا روح القدس العلمين أكبر شيء قبل الشمع وشان طبعا وورا روح القدس المعنى ونصور الرب تقومت بين في الحياة حتى نكيب نشمية فيقول برحمة عمين آمين مارن إيشو عم شيحة وحبت آلها آوة وشوتا بوثت روحة قدشة تهوي عم كلن هاشا وخلزوان والعالم عالمين لا نبدح الزاوية قومي واني يبقي غاد فاروقا نبلد بعد خيام Yeah.
فنجعل أفواهنا كنارات جديدة ونرنم بشفاه طاهرة. أهلنا اللهم بدالة منك أن نتلو أمامك هذه الصلاة الطاهرة والمقدسة التي علمها فمك المحيي لتلاميذك الحقيقيين والمؤمنين بك. كل أمتم صليتم هاخنا ويتم صلينا مودينا وامرينا. مبتهلين يا رب يا رب لا تدعنا نسقط في التجربة لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض. هاشا وأخلص وان والعالم عالمين. عم خور
عماخ عمرو حا قدش القديش يا ابش الموثى محيانا مارا شمشي حتشتمل برحمة عم كلان على Yeah.
الطيبوطة ذروحة قدشة طيونا نشتوينا نشتو تبنان مسود رازي هاليت شويح وقديش ومحيان ولهايك نوقي كل نأخذ ونشبح لا لها يا هو شوح عليها الموت اللام اسم الله صليش لاما عما يليق يا رب مدى الأيام ويحق في كل الأوقات أن نرفع لك الشكر والمجد والسجود لأنك هلتنا بنعمتك نحن المائتين لنقدس اسمك مع الروحانيين ونلتذ بعذوبة أقوالك ونشترك في أسرار موهبتك يا رب الكون أيها الأب والابن والروح القدس الآن وإلى الأبد عاود كمبارخنا كل بركة تدروح بشمية بقاودي شام شي حماران الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه عربون الحياة الأبدية هو يبارك جمعنا آمين ويلم شملنا آمين ويقدس شعبنا آمين الذي حضر وتنعم بقوة هذه الأسرار المجيدة المقدسة المحية الإلهية وبعلامة الصليب الحي تكونون موصومين ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة هاشا ووخلزوان والعالم علمين آمين عيد عماد الرب مبارك عليكم جميعا إن شاء الله دائما بالصحة والعافية وعيات مرت علينا الكريسماس رأس السنة وختانة الرب وشمعون الشيخ واليوم عيد الدنح أتمنى أنه ما تعبر علينا هيك عبور مثل ما يكون عبر ماشي لا خلينا نتوقف بها هاي مسيرة توقف في حياتنا حتى نراجع حياتنا وشون نستمر هل نستمر بقوة يسوع أم نستمر بقول إحنا وبس مثل ما قال بالإنجيل أبانا إبراهيم لا إحنا منه حتى نكمل حياتنا وأطلب وأصلي خلال هاي السنة الجديدة ما كنت معاكم رأس السنة مثل ما يقول مو حالة طارئة لا لأنه رحت عماد ابن أخويا مدة أسبوع زمان وأخذ من وقتكم دقيقة بس إذا تقبلون ففرصة كانت أنه ألتقي مع الأهل كنا نشوفهم الأهل always يعني كل عطلة أروح أشوفهم بس هالفرصة اللي صادفت أنه التقيت مع الأهل من سنة 1987 ما مجتمعين كلتنا هاي أول اجتماع من هذيك السنة تقريبا 37 سنة ما مجتمعين مع بعض ومثل ما نقول إن بالدارج الحكي الدارج is a small world a small world كلتنا يروح عقلنا على the small world with the technology مثلا أمسك التليفون أخابر نيوزيلندا أخابر أستراليا face to face this is not a small world هذا separate the world التكنولوجيا is separate the world وأنا حكيت هناك بالعماد على ابن أخويا قلت really is a small world This baby, Jesus baby, become a human, bring us all together. صار إنسان وجابنا كلتنا سوا. ما ولد تكنولوجيا، ما حكانا فيستايم، حكانا by himself physically. فال small world هو إنه نجتمع كلتنا سوا عائلة واحدة هاي اللي تجمعنا. اليوم تقرير الصبح ده يحكي. يقول إذا أنت قاعد بالبيت وجبت تليفونك وحطيته على ميز الطعام حطيته أنت على ميز الطعام The people is not important for you This is more important That's wrong إذا حطيته حتى قلبت وجهه وحطيته على غير جهة
still الناس اللي قاعد انت معاهم مو important. لكن إذا قعدت أنت بجلسة طعام والتليفون حطيته وراء ظهرك أو حطيته بغير مكان yes هذول الناس هم important لك. فإحنا اليوم important مالتنا رسالتي اليوم بهاي السنة الجديدة حافظوا على كنيستنا لا نتقسم. كوني إيد وحدة وعائلة وحدة بشفاعة أمنا مريم العذراء. مثل ما أول ما بديت رسالتي وياكم خلينا إرساليتنا تحت شفاعة مار يوسف. مار يوسف كان أبو عائلة ما أبو عائلتين أو ثلاثة مشتتين. خلينا نكون كلتنا وحدة عائلة وحدة بشفاعة أب العائلة مالتنا وأب إرساليتنا اللي هو مار يوسف. أتمنى لكم عيات مباركة دائما بالصحة والعافية. بس عندنا أول أحد ما كان عندنا تعليم مسيحي راح أو السبت سوري فالسبت الجاي راح يكون عندنا تعليم مسيحي من 10:30 إلى ساعة 12. بعدها راح نرجع مرة ثانية السبت الأول والثالث والسبت الجاي راح يكون عندنا قداس في منطقة سري. راح أدزلكم all information updated weekly by weekly. God bless you. Wish you all the blessing this year and hopefully see you at the hall.